مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة من القدس دوت كوم. إسرائيل تكمل المرحلة الأولى من تسليم رفات شهداء مقابر الأرقام إلى السلطة الفلسطينية، والرفات تصل إلى ساحة الكتيبة الثانية للأمن الوطني في رام الله تمهيدا لتسليمها لذويها. ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يقول إن الجانب الفلسطيني طلب من إسرائيل أن تشمل المرحلة الثانية كافة رفات الشهداء في مقابر الأرقام. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو الأربعاء إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل دولة يهودية، ويقول إن السلام مع الفلسطينيين لن يضمن السلام الإقليمي. وقال نتنياهو في خطاب أمام مؤتمر التحديات الأمنية في القرن 21 في مركز بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب: نريد أن نعيش بسلام، والسلام أفضل من أي حالة أخرى، ولكن هذا يأتي أيضا لنمنع قيام دولة ثنائية القومية ولنعزز مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لا نريد أن نحكم الفلسطينيين ولا نريدهم كمواطنين في دولة إسرائيل. الجيش السوري الحر يمهل السلطات في دمشق حتى ظهر غد الجمعة لتنفيذ وقف إطلاق النار وكل أشكال العنف وسحب كافة قواته ودباباته وآلياته من المدن والقرى والمناطق السكنية ودخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والمدن المنكوبة وإطلاق المعتقلين ودخول وسائل الإعلام وضمان حرية التظاهر السلمي والالتزام بعدم الاعتداء على بعثة المراقبين الدوليين والدخول في مفاوضات جدية وحقيقية عبر الأمم المتحدة لتسليم السلطة إلى الشعب، وإلا يصبح في حل من أي تعهد يتعلق بخطة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان. الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تجدد الأربعاء دعمها لخطة أنان لإحلال السلام في سوريا، غير أنها ما زالت منقسمة حول سبل زيادة الضغوط على دمشق لحثها على تنفيذ هذه الخطة. ومندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات: إما تطبيق خطة أنان وقرارات مجلس الأمن، وإما أن يفرض المجلس عقوبات إضافية على النظام السوري، أو التحرك من خارج المجلس وخطة أنان. وفيما طرح الغربيون فكرة فرض عقوبات، جددت موسكو رفضها لهذا الطرح، وقال مندوبها في المجلس فيتالي تشوركين أن لا أحد يحترم خطة أنان، لا المعارضة ولا النظام. المصريون يترقبون حكم القضاء على رئيسهم السابق حسني مبارك بعد غد السبت، وعلى نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي. ويتوقع مراقبون أن يكون للحكم تأثير على انتخابات الرئاسة المصرية سواء جاء مخففا أو شديدا. قوى شبابية مصرية تدعو إلى مظاهرة مليونية جديدة الجمعة في ميدان التحرير لتطبيق العزل السياسي على مرشح الرئاسة أحمد شفيق وإخراجه من جولة إعادة الانتخابات، على أساس أن البرلمان أقر قانونا يحرم رموز النظام السابق ومنهم شفيق من حقوقهم السياسية لعشر سنوات. الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد يقول إنه لا يتوقع أن تتمخض المحادثات التي تجريها طهران الشهر المقبل مع القوى العالمية الست في العاصمة الروسية موسكو بشأن البرنامج النووي الإيراني عن انفراجه، لكنه عبر عن أمله في أن تزيد الثقة بين الجانبين، وقال إن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% هو حق مشروع لإيران. أخيرا في هذا الموجز، تسلم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نيلسون مانديلا وعائلته شعلة ذكرى مرور 100 سنة على تأسيس المؤتمر الوطني الإفريقي. ولم يتمكن مانديلا الذي سيبلغ 94 من عمره الشهر المقبل من حضور الاحتفالات في كانون 2 يناير الماضي، وتعد الشعلة تكريما لمانديلا ولأعضاء المؤتمر الذين اغتيلوا أو عذبوا حتى الموت في عهد التمييز العنصري السابق تحت حكم البيض. وقد قطعت الشعلة البلاد طولا وعرضا مع احتفال كل محافظاتها بالمناسبة حتى نهاية العام الجاري. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.